ايك اغلى اجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال ونكون على تواصل في الخير دايما. ورجعت لكم النهارده في فيديو جديد، وان شاء الله النهارده فيديو الاستقبال بتاع كتاكيت الرومي. هنعرف مع بعض انا استقبلتهم ازاي وطريقه التحضين الصح للكتاكيت الرومي من عمر يوم لحد عمر 10 ايام، علشان نتفادى ان الكتاكيت ما تموتش مننا. وهنشوف الاخطاء اللي احنا بنعملها في فتره تحضين الكتاكيت بتخلي الكتاكيت يجي لها اسهال شديد جدا وتبدا ان هي تموت واحده ورا التانيه. دلوقتي بس الاول كده تعالوا نفطرهم مع بعض. طبعا الارضيه وسخه والله منضفها لهم امبارح. ده ايه الاول كده؟ ده معانا بطاطس اهو، ديت البطاطس الرومي ده يا جماعه عمر النهارده التالت يوم ليه. تمام، دي كده البطاطس المسلوقه حطيتها لهم بالطريقه ديت، بفضل ان انا افركها لهم بايديا على العلف بالطريقه دي. هتقولي طب ليه ما بنديلهمش بيض في الاول؟ انا طبعا كنت من الناس اللي بتدي الرومي بيض في الاول، لكن طبعا هقول لكم بلاش الحركه دي وبلاش حد يعمل الخطوه دي. بس يلا بقى كده بسرعه، يا ريت نصلي على الرسول. ما تنسوش اللايك على الفيديو عشان الفيديو اترفع. كنتوا بقى لسه بتشوفوا لاول مره، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل كل جديد من عندي. الرومي دوت كده عمري 3 ايام اهوت. انا دلوقتي بفطره بطاطس، حطيت له عليه السقايه نص برشامه مضاد حيوي. طبعا ده اللي احنا برضه هنشوفه مع بعض دلوقتي، ليه انا حطيت له برشامه المضاد الحيوي. مبدئيا كده الرومي دوت معاه 3 كتاكيت هندي، هذا كتكوت وادا التاني وادا التالت. دول الـ3 كتاكيت هندي كانوا 5، 2 منهم ماتوا يعني. حتى والله بس هنشوفهم مع بعض دلوقتي. وهو ميت، معرفش مات من ايه. والتاني كان ميت من اول امبارح والميت، وكانوا 5 كتاكيت هندي. ما علينا، المهم انا استقبلتهم. اول حاجة، اول طريقة استقبال خالص، لازم على كيس محلول معالجة الجفاف من الصيدلية. هو الكيس بيبقى على لتر ميه، لكن السقايه اللي قدامكم دي بتاخد نص لتر، فانا بملاها على الاخر وبحط برضو بفضي برضو فيها الكيس، لان كده كده محلول معالجه الجفاف ما بيضرش، بالعكس هو بينفع الطيور وبيخليها تشد حيلها وتقف على حيلها. ده بالنسبه لمحلول معالجه الجفاف. تمام، طبعا انا ما عنديش لا روافع مناعه ولا عندي الكلام ده كله. طيب انا بعمل لهم ايه دلوقتي؟ تاني يوم استقبال ليهم، انا حطيت لهم عصرت لهم نص ليمون على السقايه ديت، وبالليل اديت لهم سقوه على برشام من ده. ده برشام مضاد حيوي بشري اسمه فلوميكس، ده 500، طبعا في منه 250. ال 500 ديت انا باخد البرشامه منه بفتحها وبفضي نصها بس. تمام، بفضي نصها على النص لتر ميه ده، او ممكن افضي برشامه كامله على ازازه فيها لتر ميه، وبعد كده ببدأ ان انا احط منها للرومي على مدار الـ8 ساعات اللي احنا المفروض تبقى السقوة ديت بتاعتي. اهم حاجة المضاد الحيوي وبلاش نحطه للرومي بالليل، بالنهار علشان ما يهبطهمش، احنا بنحطه له بالليل. طبعا اللمبة هي لمبة 100 واط، المكان ما شاء الله واسع عليهم مهواش ضيق. الرومي دوت عمري 3 ايام، طبعا انا كنت قلت ان انا هبيع منه علشان هبيع منه جزء وهسيب لنفسي جزء، بس بصراحة أنا لسه محددتش ومحددتش لسه أنا هبيع بسعر كام. فطبعا لأني فيهم رومي زي ما انتوا شايفين، ده كده هيبقى فرخ رومي تايجر. شايفين الخط الأسود اللي في ظهره ده؟ هو كله أبيض، مفيش إلا خط أسود في ظهره. في عندي بقى رومي أبيض صافي مفيهوش أي حاجة. فطبعا ده لأن أصل سلالة الديك اللي عندي كانت رومي أمريكي اللي هو الأبيض السادة. طبعا اختلاف الاسعار بتختلف من سلالة للتانية، فعلشان كده انا لا حابب اظلم نفسي ولا حابب اظلم حد ان انا احط سعر الحاجة انا لسه مش متأكد هي هتطلع ايه. فطبعا دولت لما يكملوا معايا الاسبوعين كده ويبدأ ريشهم يطلع، هبدأ وقتها ان انا احدد. اما مبدئيا الرومي البرونزي اللي هو ده، الرومي دوت الجوز عمره اسبوع بالستين، اما الباقي انا لسه ما اعرفش. طبعا الفرخة دي مش اختهم، ديت من الرومي الدفعة اللي فاتت اللي كانت طالعة عندي، بس دي كانت أضعف واحدة فيهم فحطيتها مع دول علشان طبعا إيه هما يدفوها عشان ما تتفعش في وسط الرومي التاني، لأن الرومي التاني ما شاء الله حجمه كبير، لكن ديت اللي كانت ضعيفة اللي فيهم فحطيتها مع دول. انتوا عارفين إن أنا كان طالعلي 15 كتكوت، ما شاء الله مات منهم واحد اللي انتوا شفتوه في فيديو الفأس اللي كان بيطلع في الروح دوت، ده خلاص مات.
بس هما برضو كده الوقت 15 كتكوت بالفرخة دي. تمام. وطبعا معاهم الكتاكيت الهندي اهم. طبعا مبدئيا كده انا عايز، في اخبار وحشة هتسمعوها الفترة الجاية طبعا، يا الفيديوهات متصورة بس هتنزل لسه مش دلوقتي. الناس اللي متابعاني من زمان هي اللي هتزعل، وبرضه ممكن الناس الجديدة تزعل والله. طبعا عايز اقول لكم ان وجبة البطاطس ديت فيها نسبة نشويات عالية جدا، وبتبقى حلوة جدا للرومي، بتساعد الرومي على انه يكبر ويتخطى اول مرحلة اللي هما فيها حاليا. طب ليه بقى ما نديش للرومي بيض؟ انا اكتشفت ان البيض اول ما بنديله الرومي في اول اسبوع بيعمل لهم اسهال شديد جدا. يعني انا اكتشفت لسه الموضوع دوت من الدفعة اللي فاتت والدفعة اللي قبلها، ان انا كنت دايما بستقبل الرومي وبحط له على العرق بيضة، بس لما بدأت ان انا اتابع الرومي لقيت بيجيله اسهال شديد جدا اول اسبوع. فطبعا انا لما سألت الدكتور البيطري قال لي ما ينفعش ان احنا ندي للرومي بيض من اول يوم، لازم ان احنا نستنى لما الرومي يسبع معايا، يسبع ان هو يكمل معايا اسبوع، وبعد كده نبدأ ان احنا نديله بيض. احنا بنديله بطاطس بحيث ان احنا نديله نشويات، وكمان حاجات تساعد ان الرومي يشبع، لان الرومي في اول ايام ما بيعرفش ان هو ينقر لسه في الاكل والكلام ده كله. فطبعا النشويات مهمة جدا ليهم الفترة دي. بعد قال لي لما الرومي يكمل اسبوع اديله نص بطاطساية على نص بيضة، لحد لما يكمل معايا ال10 ايام، بعد كده بنديله بيضة، بنديله بطاطساية كاملة عادي، بنديله بيضة كاملة. اهم حاجة ما نديلوش اكتر من بيضة في اليوم، علشان اكتر من بيضة في اليوم معنى كده ان الرومي هيجيله اسهال، لحد لما الرومي يكمل معايا ال3 اسابيع. بعد كده عايزين تديلهم بيض باستمرار، بيضتين 3 في اليوم، مفيش اي مشكلة. تمام. ده بالنسبة للأكل بتاعه. طبعا هما بياكلوا علف تركيز 23%، ويفضلوا مستمرين على العلف ده لمدة شهر ونص، لأن الرومي من الطيور اللي بتطول شوية في العلف البروتين العالي، علشان طبعا زي ما قلت لحضراتكم في الفيديوهات اللي فاتت إن الرومي بيحتاج لبروتين عالي جدا، فعلشان كده احنا بنعوض له البروتين دوت في البطاطس وفي البيض وفي الحاجات اللي احنا بنبدأ نديها له. تمام. اهم حاجه نخلي بالنا ما ندلوش بيض، بس يعني بيض كتير، يعني ممكن حتى لو احنا حابين نديله ممكن نديله نص بيضه، لو كميه كبيره زي دي نديله نص بيضه، ما نديلهمش بيضه كامله برضه، علشان لا قدر الله ما فيش حاجه منهم تتعب مننا او يحصل لها اي حاجه. تمام. لان لما البروتين بيعلى قوي عند الرومي بيجيله اسهال. وعايز اقول لكم على حاجه، درجه الحراره العاليه قوي برضه بتجيب للرومي اسهال، فخلي بالكم من الكام نقطه دول. ده طبعا الرومي اهو مع الفراخ الهندي. انا ما اعرفش السبب اللي خلى الفراخ تموت، يعني لحد دلوقتي ما اعرفش، بس طبعا ما بقدرش اقول غير الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. هما كان معاهم فعلا كتكوت اللي هو القطني اللي كان متبقي عندي من البيض اللي كان عندي، الكتكوت ده كان تعبان، فهو ده ممكن اللي يكون عدا الفراخ الهندي وموته. انا لحد لما هما ماتوا وهو كمان مات. تمام. طبعا الحمد لله متبقية 3 كتاكيت اهمت، والله ان عاشهم اهلا وسهلا، ما عاشوش يبقى ما كانش ليا نصيب فيهم من الاول، مقطوع منهم من النصيب. تمام. طبعا انا البتاع ديت بحاول ان انا ادمجها لهم مع العلف، مع العلف نفسه، يعني ما ادلهمش البطاطس كده. طبعا هدلهم بقى قريب لبن رايب، هدلهم زبادي، الحاجات دي مهمة جدا ومفيدة جدا للرومي. جايز ناس كتير ما تعرفش حاجة عن الحاجات ديت، بس طبعا كل ده هنعرفه في الفيديوهات الجاية. نشوف مع بعض الرومي وهو بياكل الزبادي وبياكل اللبن الرايب، طبعا ده برضو بيتحط على العلف والكلام ده كله، ودي يعتبر من الحاجات الأساسية أصلا في تحضير الرومي وفي تأسيس الرومي. وبس كده، هو ده كان الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ياريت بكونوا عملتوا عليه لايك واشتراك للقناة، وأشوفكم في فيديو جديد على خير.